أنت صليت 70 سنة وصمت 70 سنة ثم أصلحت بين أب وابن وبين أخ وأخ وبين زوج وزوجة، وإذا يوم القيامة يعطوك 1,000,000,000 دينار لصومك وصلاتك، ويعطوك 10,000,000,000 دينار لهذا الإصلاح. الرسول يقول إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. الإنسان لازم يكون خير، يعمل الخير. وفي الحقيقة إن مجتمعنا تحطم لأن صار الخير فينا قليلا. الله يمدح هؤلاء الأنبياء العظام كإبراهيم وإسحاق ويحيى وهؤلاء، وبعد آيات طوال يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. بعد ذلك يقول ويدعوننا رغبا ورهبا، يجعل دعاء هؤلاء إلى الله بعد، يعني في الدرجة الثانية من القائمة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وفي السلم في القائمة في الدرجة الثالثة يقول وكانوا لنا خاشعين. خضوع هؤلاء لله يأتي في الدرجة الثالثة في نظر القرآن.